ما أبدي من الواحد للعشرة، لا من العشرة للواحد، أبدي من المناطق النائية للمناطق الأولى. يعني أنا إذا بلشت بهاي المنطقة المناطق ووفرت خدمات، هاي راح تعمر تبقى كما هي إعمارها المناطق المركزية. وأني شلت التذمر من المواطن الكربلائي، أنعشته ومنعت الهجرة، ومنعت الهجرة، ومنعت غلاء الأسعار، وعالجت هواية أمور بخطوة واحدة بسيطة جدا. ممتاز، يعني فكرة لطيفة جدا.